يقول: ما نصيحتكم لمن يريد أن يطلب العلم، هل يبدأ بالأصول أم الفروع؟ الذي يطلب العلم لا بد أنه يطلب العلم على أيدي العلماء، والعلماء عندهم خبرة في تدريس العلوم، فهم يرشدونك إلى الطريقة الصحيحة، ولا مانع أنك تدرس العقيدة وتدرس الفقه وتدرس الحديث جميعا تدرس هذه العلوم، لأن بعضها يساعد بعضا، يكون لك قراءة في الحديث، قراءة في الفقه، قراءة في التوحيد، قراءة في أصول الفقه، قراءة في المصطلح، قراءة في النحو والعربية، لا مانع من أنك تجمع بين هذه الأمور على عدة مشايخ أو على شيخ واحد. نعم.